حقيقة معاناة العائلات يعرف كل معتقلون سياسيون أنها معاناة مشتركة، ليس فقط المعتقل هو من يعاني، بل أن هناك معاناة للعائلات، بقدر أنها أيضا أن تلك العائلات هي سند قوي، ربما أقوى تنظيم سياسي حقوقي بكل التلاوين. يمكن غادي تجيك غريبة، إلى واحد الوقت رفعت يديها الإطارات الحزبية والسياسية، لكن الأمهات الآباء الأخوات الزوجات، قلنا دائما ملي تعيطوا لنا للزيارة تيقول شكون جا عندك، تيقول لي الحزب أمي الحركة با. يعني العائلات أولا من ناحية المقاومة أنهم دائما هم الأوائل، إذا كان عندنا إضراب هم أيضا يخوضون إضراب عن الطعام. الأم أو الأب ما عندوش، ما تشاورناش معهم فاش 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 قررنا نخوضوا نضالات، ولكن هما ما تخلوش علينا، هما آمنوا بنا كما حنا ولادهم، كانوا مستعدين أنهم يتلاحوا في زوبيات علينا وما يتخلاوش علينا. أنا لدرجة الأم ديالي واحد الوقت وقفت في الزنزانة، وأنا وقفت في زيارة الإعدام، واحد البالوار يعني بيني وبينه واحد جوج شباك، واحد الميترونس اللي سميتو، قالت لي يا ولدي سمعتك باغي تكتب العفو، واش أنت مجرم؟ إلا كتبتي راك مجرم. وبداك الوعي ديالها البسيط اعترفتي بالذنب راك مجرم. وما ننساوش بان هاد الامهات وهاد الاخوات وهاد النساء كانوا يعتقلون، كانوا يخضعون للتعذيب. انا الاب ديالي توقيل غير مره قبل ما تعتقل كضغط عليا، والاب ديالي ما عمره ما اشتكى، بل ملي شافني قال لي سير في حالك خليني انا نتحمل. تتصور كيفاش انه اب ما لا علاقه له بهذا العمل اللي قمت به، ولكن مستعد هو يتحمل، بل مستعد يتحمل حتى التكاليف الماديه ديال هذا الشيء. ما ننساوش بان المعاناه ديال العائلات راه معاناه كبيره، حتى الاصدقاء وحتى الناس اللي كانوا اصحابهم راه تينكروهم. يعني إذا كانت الوالدة مثلا دايزة من طريق، راه الأخر تيبدل الطريق. الوالدة تيقولوا لها ولدك راه دخلوا مع الحناوشة والعقارة، والله لا بقى مازال يشوف الحياة كي دايرة، دابا بالك واحد الحالة ديال الرعب، لا من الناس العاديين ولا حتى من الأجهزة ديال السلطة. كأنها في السجن حتى هي. كأنها هي ماشي كأنها في السجن. تيقول لك اللي في السجن راه مرتاح. أما اللي خارج السجن اي لحظه، انا غير الوالد ديالي واحد الوقت في 1994 غادي يخرجوا الناس، كل شيء كان الخطاب الرسمي ان الكل غادي يخرج، فاذا به استثناوني. الاب ديالي حماق في هذاك الوقت، يعني ما بقاش مسكين عادي يمشي حفيان، قالت غير ما تياكل ما تشرب، قالت غير حدا التليفون، لا على شي نداء يقول لها ولدك غادي يخرج. المعاناه ديال المرأة بالخصوص، المرأة بعدا معاناة ديالها دائما مضاعفة كسجينة، ملي تتعقل ماشي تتعذب كما تيتعذب الرجل، راه تيمشيو لها المواضع الحساسة ديالها، راه تيعبتوا لها بالشرف ديالها، راه تتعود واحد الأكلة سائغة بيناتهم، او في كثير من الاحيان بالعائله ديالك ممكن يجيب لك امك، يجيب لك اختك، يجيب لك مالتك قدامك، يغتصبها باش تعترف. وكاد شي كل شيء، يعني المراه تتصيبها دائما. انا الام ديالي مثلا، لان الام ديالي هي اللي وقفت معايا واحد الوقفه ديال، يعني اصبحت قائده، هي اللي تتنظم العائلات، هي اللي
تجيب لي كتب واخا ما تعرفش كتب اجي نكتبوا بيان نمشيو عند ما كانوش المواقع الالكترونيه انذاك ونجاو عندكم. كانت بحال واحد العدد ديال الصحافه الورقيه تيمشيو ليها اتحاد الشراكه حزب الاستقلال كاع سميتو المنظمات انوال بالدرجه الاولى انوال لانه ما كانتش كاع الحسابات السياسيه عندها كاع ولا الحزبيه وكانت المنظمات الحقوقيه المغربيه العصبه المنظمه المغربيه الجمعيه المغربيه منظمه العفو الدوليه حتى في شي مرات كانوا تيقلبوا في صراعهم مع الدوله كانوا يقلبوا عليها اللعب درجة مثلا غير واحد الوقت جا السفير فوق العاده يلا ديك الساعه تيوجدوا التوقيع على اتفاقيه شراكه مع الاتحاد الاوروبي وجا داك السفير فوق العاده السويسري تيجمع المعطيات دارت واحد المدينه مغربيه وكذا كان يكفي العائلات غير يسمعوه يعني عادوا كل اخبار عندهم داو ملف كامل على 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 وضعيتنا الانتهاكات اللي تعرضنا ليها فهز ديك الساعه الاتحاد الاوروبي هزيتو على على الملف ديال الشراكه ما يمكنش حنا نوقعوا شراكه ما لم يتم حل هذا الملف وهذه باش عائلات يعني راه وصل الوعي ديالها الواحد راه كلشي تيعرف بان الحركه ديال العائلات امهات زوجات اخوات بالدرجه الاولى فهاد الحركه كانت دائما قويه وكانت دائما هي البورت بارول ديالنا هي اللي تتمشي تحاول تمع المسؤولين انا غير مثلا من الحكايات اللي وقعت لي انه كان واحد الوقت عذبوني عذاب شديد و كان يكفي الوالده جات الوالده قالت لها الوالده اللي واقع لي وراني في اضراب وراه هاد المدير راه قال لي انتحر مشات تجري غتوقف مولاي محمد العلوي وزير العدل انذاك مولاي العربي العلوي وزير العدل انذاك ما خلاوهاش تدخل شنو دارت تلاحت على الطوموبيله خلاته قال عرفتو غادي يخرج تلاحت له على الطوموبيله ديالو قال لهم خليوها تدخل دخلت هي تحكي لا والو ما كاينش هاد الخلفيه ديال هذا يساري هذا اسلامي هادي لا ما كاينش تتصيب الناس ديال تازمامات مع اليسار مع العائلات ما عندهمش هاد الحسابات والوقت اللي حنا ما قديناش نترفعوا على هذه الحسابات العائلات ترفعوا على هذه الحسابات ام مع ام ديال العريشي مع الام ديال الحو احمد الام ديال النودة زوجة الصرفاتي مع المهم داك الشيء كان على هذا المستوى هذا ما كاين فوق الحسابات